لا تستطيع الأسلحة حمايتكم، بل ستزيد من ويلاتكم. الحماية الوحيدة تأتي من القانون والأجهزة الشرعية للدولة. نداء وجهته هيئة المجتمع المدني إلى أبناء طرابلس خلال اعتصام أمام سراي المدينة بدعوة من نشطاء حملة طرابلس مدينة خالية من السلاح. مضايقة كتير من صوت الأقواس والناس اللي عم تموت واللي هي بريئة، فأنا اليوم واقفة عم أعتصم حتى أقول بدنا نوقف السلاح، لحتى نادي بوقف عطول الخضات بين جبل وتباني اللي عم بيشل اقتصاد البلد وعم بيرعب المواطنين وعم بيشل حركة المدارس. نحن هون ضد العنف وضد القتل بطرابلس، وغير هيك عم نعيش برعب. طرابلس فيها رئيس حكومة، 8 نواب و4 وزراء، منطالبهم كلهم بأنه يفتحوا حوار فوري لصون السلم الأهلي بالمدينة. مننطالبهم يدعموا القوى العسكرية والأمنية أنها تقوم بدورة. المعتصمون دعوا إلى أن يكون الاختلاف السياسي دافعاً للعمل السياسي التنافسي الذي تحكمه قواعد القانون والديمقراطية، لا شريعة الغاب.